متابعين ومشاهدين شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارا. الساعة تشير الى 1:03. كما كتشوفوا بعد هاد امطار الخير اللي صبات في مدينة تمارا وعدة مدن مغربية، اللي كما يعني قلنا بان احنا يعني في هذا الشهر الغفران يعني مقبلين على دخول شهر رمضان، شهر العبادة، شهر التوبة، شهر التسامح. الحمد لله ربي استجاب يعني العدة يعني الفلاحين المواطنين اللي كيطلبوا الشاء. ها هي الشاء الحمد لله صبات على جميع المدن تقريبا. كنتمنوا تكون نافعا يعني بعد ما كنا يعني كنشوفوا هذا الجفاف اللي شنا حمامات تغلقوا، شنا يعني أزمة ديال المياه، إلا شنا أمطار الخير الحمد لله. كنتمنى كلشي كومونتي يعني أش من مدينة، واش مازال كتصب حتى نتوما عندكم الشاء ولا لا، وكيفاش جات أجواء في المدينة ديالكم. هنا كنتواجدوا بمدينة تمارا، أنا تمارا بغينا نناقشوا معكم واحد الموضوع اللي هو ديال البنية التحتية ديال مدينة تمارا. البنية التحتية ديال مدينة تمارا كما كتشوفوا متابعي الكرام متابعين شوف تي في، عيب وعار بأننا نتواجد بشارع رئيسي بمدينة تمارا. كيف يعقل متابع الكرام متابعين شوف تي في كتشوفوا هنا كيبين لك العيب ديال البنية التحتية ديال المدينة، مدينة تمارا اللي صراحة الله شنا الشوارع اللي صراحة الله مدة يعني ما تصلحوش، حتى جا السيد الوالي اليعقوبي كعامل بعمالة صغيرة تمارا نيابة عن العامل السابق اللي متوقف. شفنا بانه قام بواحد الانجازات كبيره وكبيره، مشكور السيد الوالي. هنا غنديروا معكم هذه الجوله، كنتمنى اي واحد يكون مونطي معنا في هذا البث المباشر اش من مدينه، واش صبات حتى انتم عندكم الشاء ولا لا، ملي كتابعونا. يعني كما قلت لكم جا السيد الوالي اليعقوبي وعطى يعني التعليمات باش يتم اصلاح ندير بزاف الشوارع، وتم الاصلاح ديال هذوك الشوارع صراحه الله كانت يعني شوارع جميله وجميله. الا كنشوفوا بعض الشوارع اللي كما الشارع اللي معروف مسيره واحد اللي كيطلعك ميلانو المسيره جوج، كنشوفوا بان الحاله الكارثيه ديالو صعيبه. غنتابعوا معنا البث المباشر وغندخلوا لبعض الاحياء اللي غتشوفوا كارثه عيب وعار يعني باش غنلقاو صراحه الله الشوارع في هذه الحاله هذه. يعني بعد هذه الامطار الخير اللي صبات على تقريبا جميع المدن المغربيه الحمد لله يعني سقات الاراضي، لان الفلاحين محتاجين لهذه الامطار هذه. شفت واحد الحفره هنا لا اله الا الله، يعني حتى من الشوارع المدن اللي تنقوا بهذ الامطار الخير. كنتمنوا هذ الامطار الخير انتم غادي والله الا تروح ضربات اودي، لا حول ولا قوه الا بالمسؤولين بمدينه تمارا. يعني كنتمنوا خير، لان مدينه تمارا مازال يعني السيد الوالي خاص يشوف اشنو كيوقع بجماعه تمارا، لان كاين بعض المستشارون خارج التغطيه يعني ما كيحضروش، لا ما حضروش اخر كانت دوره ديال جماعه تمارا، غنقولوا بان ما حضرش مستشار، راه كاين ظروف اولا مستشار، راه كاين ظروف اولا مشاكل اولا مريض. كنلقاو بان المتابعين الكرام كنلقاو بان ما حضروش بزاف ديال الاعضاء. علاش ما حضروش؟ اللي كاين بعض النقاط يعني اللي كان غيتصوتوا عليهم وما حضروش، يعني كاين شي مشكل. انتم كما كتلاحظوا الشوارع ديال المدينه، غندور معكم بعض الازقه تشوفوا يعني الكارثه ديال هاد الشوارع بمدينه تمارا. يعني من العيب والعار متابعي الكرام متابعين شوف تي في، يعني باش كيف نقول لكم الشا كتعري على المدينه شنو كيفاش دايره. يعني كيفاش علاش ما حضروش هاد الاعضاء لدوره جماعه تمارا؟ شنو هو السبب؟ يعني علاش
ماشي عضو واحد او لا جوج، كانوا بزاف من الاعضاء اللي ما حضروش لجماعه التماره. ما نقول لهم عيب وعار عليكم يعني كاعضاء جماعه التماره ما حضروش، حضروا بعض اللي صراحه الله حضروا بعض من المعارضه، كذلك بعض المستشارين اللي جاوا الكرام. يعني من العيب والعار بان كتشوفوا الشوارع ديال المدينه ديال تماره يعني في حاله كارثيه، يعني كما كتلاحظوا معنا انتم هنا، كيبين لك على العيب ديال البنيه التحتيه ديال مدينه تماره. شوف هنايا مرقعين غير الساكنه، مرقعين هذا الشيء هذا غير كما تنقولوا غير بالمخلفات ديال البناء. إذن من العيب والعار متابعي الكرام، متابعي شفت يعني تشوفوا هذه الحالة الكارثية في مدينة تمارة. كنتمنوا يعني المسؤولين مدينة تمارة يدخلوا الشوارع ديال المدينة، ماشي نشوفوا بعض الإصلاحات في بعض الشوارع الرئيسية، يعني كنشاك إصلاح شارع طارق بن زياد. شارع كارثي، شوف دابا انت الموطور غيدوز مليح، الموطور سكت. إذا كنتمناو خير من هاد الجماعة اللي صراحة لا تنقول يعني في سباس عميق يعني خارج تغطية، يعني ما واش مبغوش يخدمو المدينة أو شنو، باش كتشوف يعني حفرة شارع يعني من العيب العار. غنحاولوا يعني ندوروا بعض الاحياء باش تشوفوا الحاله الكارثيه ديال هاد الاحياء. اذا كنتمنى اي واحد يشرفنا بالمدينه ديالو متابعي الكرام متابعي شوف تي في، يعني كنتمنوا تقول لنا اش من مدينه كتابعونا، واش خديتو الصباط عندكم الشهر او لا، كيفاش دايره الحاله ديال المدينه ديالكم، واش نتوما راضيين على الوضعيه ديال المدينه ديالكم. يعني اي واحد يشارك معنا في البث المباشر. شوفوا الحاله. اذا انا متابعي الكرام كيبين لك بان يعني البنيه التحتيه راه يعني واكل العصام ديالو بالصح. والله لا عيب وعار، قسما بالله لا عيب وعار. كتشوفوا بان الناس تيخلصوا الضرائب على السيارات، كتشوفوا بان الساكنه يعني تصوت عليكم ما كيشوفوش شي انجاز قدمتوه الساكنه، الا يعني كتخرجوا الشوارع الرئيسيه ديروا فيهم يعني كشنا كأحد الشركات هنا في مدينة تمارة اللي حتى من الحاويات اللي خصهم يبدلوهم ما بدلوهمش، شناهم بأنهم يعني كيخسروا الفلوس، كيخسروا الميزانيات، يعني باش يديروا واحد النشاط. كما كتشوفوا الحفاري في مدينة تمارة وبالضبط مسيرة جوج. إذا عيب وعار على المسؤولين بمدينة تمارة، يعني كما كنشوفوا الحفاري كاع الشوارع ديال المدينة، يعني أحسن من الشوارع الرئيسية. راه درنا الجولة متابعين شوف تي في، شو كيفاش دايرين الشوارع ديال المدينة، راه من العيب والعار، والله إلا من العيب والعار. يعني كنتمنوا هذه الرسالة توصل الى والي جهه الرباط سلوكا عامل عملات صخيره تماره باش يتدخل ويشوف الحل ديال هذه الكارثه هذه، لان انتم عيب وعار، والله الا عيب وعار المتابعين الكرام بان المسؤولين هادو خارج تغطيه المسؤولين، والله العظيم الا عبرونا والله
او دير شوف كاع ما كاينين ما مسوقينش لينا حنا كما قلتي هنا جيتي في حفره. اذا متابعي الكرام غنخليو هذه الجوله الليليه اللي غنحاولوا باش نناقشوا معكم يعني كيفاش دايره الوضعيه ديال المدينه ديالكم، واش خصنا نتوما صبات عليكم الشر او لا. هنا جوج كتلقى بان الصحاري كما قلت لكم بان احد الشركات هنا كانت احد المبادرات اللي يعني قاموا بتزيين هذه الشوارع هذه، ولكن ما كانتش فائده. كانوا بعض الصور دقيقات الصور وتخسرات واحد الميزانيه ديال الفلوس وهذه. خسرات فلوس كنشوفوا احد الشركات اللي بشراكه مع جماعه تمارا كنشوفوا ان دايرين واحد الكرنفال، وكذلك قمنا اليوم بالتصوير ديال هذيك البؤره اللي كانت بؤره حاجكم عامره بالازبال وكذلك البغال. كانت عامره كما قلت لكم حاجكم بالبغال وعامره بالازبال. درنا عدة لايفات تم في هذاك المكان، وكانت استجابة من طرف يعني من الشركة المكلفة بالنظافة. ثم يعني هنا كيبين لك البنية التحتية ديال مدينة تمارا. كما قلت لكم متابعي الكرام متابعين شوف تي في، نتواجد الان بمدينة تمار كما كتشوفوا الشوارع مدينة تمارة بعد هذه الامطار الخير اللي صراحة الله يعني كنتمناو يعني باش تصب على جميع المدن المغربية. شنو الحمد لله الشوارع كيفاش تنقات، حتى بعض الاراضي اللي تم السقم ديالها والحمد لله يعني شحال من فلاح كينتظر هذه الامطار الخير اللي صبات عندنا بالنفع. وكنتمنى يعني في هذا الشهر المفضل، هذا الشهر الفضيل، الشهر الغفران اللي تزيد يعني هذه الامطار الخير، لان كنعرفوا بان في رمضان الا تتكون امتناء ديال المواد الغذاء بزاف. كنشوفوا ان حاليا الخضره غاليه، بعد البطنيات هما غاليين. كنستبشروا خير ان شاء الله باش تزيد صافي عندنا الامطار الخير، باش يعني يكون انخفاض ديال المواد الغذائيه، لان المواطن يشوف ان حاله يعني. كنحاولوا باش نمشيو معكم في شي موضوع، الا كنلقاو هاد الحالات هادو خاصنا نقول لكم اوديها نتوما. كارثه متابعي الكرام متابعي شوف تي في، كارثة. يعني هنا كيبين لك يعني بغينا نشوفوا شي منتخب، يعني كاين أحد المنتخبون هنا بمسيرة جوج، وكذلك مسؤول بعمالة تسخير التمارة، علاش ما نشوفوش يعني تا هو بأنه يهضر على هاد الحفاري وعلى حجم الأزبال. عيب وعار بانك لقاو الحفاري هنا. شوف راح فرق الفلوس، جيبوا المتر نعبروها. ها انتم متابعي الكرام، اذا هنا متابعي الكرام متابعين شوف تي في، غنحاولوا يعني باش نختموا معكم هذا البث المباشر بكلمات صراحة الله ما سخيناش بكم، سخينا زين درتو معكم شوية، ولكن ملي كتدخل وكتجي وكتعيني هاد الحفاري وهاد الكارثة هادي
الا كتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومكرا نشوفكم متابعي الكرام، من هنا اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الا بث مباشر اخر. كنا معكم من مدينه تمارا، كان معكم اخوكم طارق من تمارا.